الشتاء او ندير إذا متابعين شوف تيفي في كل مكان. الآن كنتواجدوا بقاعة الخضر الرداد بمدينة تمارة، الحضور ديالنا للامتحان الجهوي الصحاب الأولى بكالوريا. كما كتشاهدوا جميع كيف تجري أطوار هذا الامتحان الجهوي. الاختبارات جات في أجواء وتدابير احترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين التلاميذ اللي كتشاهدهم جميع الآن. هناك تباعد، هناك مسافة الأمان. نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات. كما سبق أشرت لكم أعزائي المشاهدين، الآن كنتواجدوا بقاعة الخضر الرداد. هذه القاعة اللي هي متخصصة للألعاب الرياضية بمدينة تمارة. الأجواء فيها كيف ما كتشوفوا، هناك تباعد، هناك مسافة الأمان، هناك احترام للقوانين و المنظمة لهذا الاختبار. أكيد نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات اللي كي يجازوا هذا الاختبار. حنا الان كنتواجدوا في منطقه عليا، دونك التلاميذ ما كيشوفوناش، حنا اللي كنشوفوهم. اذا المديريه الاقليميه للتعليم بعمالة صغيرة تمارة قامت بالدور الكبير لانجاح هذه الدوره اللي عرفت تاجيلات عديدة ومتكررة بحكم أن الفيروس كيكون الحصيلة دياله مرتفعة. هذه هي الأجواء ديال الاختبار بمدينة تمارة، الاختبارات كتمر بواحد الظروف رائعة في ظل احترام التلاميذ لجميع الضوابط والالتزامات اللي التزموا بها، بحكم ان التلميذ قبل ما يخضع الاختبار كيوقع واحد الالتزام كيلتزم فيه بانه غيحترم القوانين والمعمول بها في هذا الامتحان الجهوي. اذا نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لجميع أبنائنا الشباب في هذا الاختبار اللي هو أول اختبار لهم في الحياة ديالهم الدراسية. من بعد الاختبار الثالث إعدادي كيجي الاختبار ديال الأولى بكالوريا اللي الآن كنشوفوا فيه التلاميذ كيجازوا هذا الامتحان في إطار تدابير احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بمدينة تمارة. إذا متابعينا في إطار أننا نتلاقاو معكم في لايف جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.